problem 121, page 25. What is given to us is the following. We have this wood, piece of wood, or wood post, okay? This wood post is carried by a concrete footing. يعني عندنا هنا خشب وتحته صبة خرسانية، شريحة من صبة خرسانية، وبعد ذلك عندنا هنا في الأخير at large، في المساحة الطويلة هذه عندنا هذه soil. إذا هنا عندنا soil، عندنا هنا concrete، وعندنا هنا خشب. طيب إيش الـ applied عندنا؟ We have applied load of 40 كيلو نيوتن. إيش الـ dimensions المعطاة لهذا الـ post؟ الـ dimensions المعطاة عندنا هذه الطول 120 مليمتر، وهذا العرض 100 مليمتر. يعني لو رسمنا الوود حالها هتلاقي اطلاعها بهذا الشكل. هذه 120 وهذه 100. المقطع الان فوق ده مليمتر. طيب فايش المطلوب منا؟ مطلوب ايش الستريس او البيرنج ستريس اللي يتعرض للكونكريت. بالمناسبه الفورس هذه يا شباب تضغط على الوود، ما تضغط هنا، وبالتالي هنا الستريس زيرو، ما في شيء هنا. الستريس هنا بين الكونتاكت الاثنين، بين الكونكريت وبين الوود. لما نرسمها في 2D برضه نبسطها لكم، نرسمها لكم في 2D. It looks like this. عندنا هنا الخشب، وعندنا هنا الكونكريت، وعندنا هنا الرمل. إذن هنا soil، هنا concrete، شان concrete، عندنا هنا wood. هذا الفورس يا شباب اللي موجود عندنا، let's call this force P. إذن الفورس هذه P اللي هو 40,000 كيلو نيوتن. إيش الاستريس الموجود هنا على الكونكريت؟ فورس على الاريا. إذن بنقول ستريس on concrete طيب سيجما هيساوي الفورس فور اريا. يلا يا شباب ايش الفورس؟ طبعا هذا هو بالمناسبه بيرنج ستريس، نقدر نكتب هنا ان ذيس از بيرنج ستريس. اذا 40,000 على كم يا شباب؟ زيرو ديامتر في 0.12 على ما عندنا ديامتر، عندنا طول عرض. اذا 0.12 في 0.1. طيب كم تطلع الستريس هنا؟ نسمي هذه سي هذا الكونكريت. 3.33 ميجا باسكال. طيب نحب دائما نشوف 4 نمبر 3.333 ميجا باسكال. طيب اوجدنا المطلوب الاول. الان هو بيسال الطرف الثاني. يعني دائما يا شباب الاسترس عندنا في الحالات اللي زي كذا هو عندنا استرس هنا مهما كان شكله فاكتور سيفتي، وهنا الالاوبل. اوكي في الحالة الثانية هنا هو قال لنا الاسترس اللي هو في بي. في البي هو كان بيقول انه نريد البرشر هنا، شايفين الاريا هذه يا شباب؟ يريد ان يعرفها، بس هو للاسف ما هو للاسف، هو يطلبنا عن هذا البعد. كم البعد هذا؟ بي. الاثنين هذه مربعة بي. فزي ما رسمنا هذه الوود، عندنا ايضا الكونكريت سلاب او الكونكريت فوت، القدم الخرسانيه اطوالها بي بي، هي مربع. لكن يسال عن البي هذا
بحيث انه الاسترس لا يتجاوز 145. اها اذا الاسترس هنا في السويل عباره عن الفورس اللي معروفه عندنا على الاريا، هذا بيقول انه المسموح به او يصل الى 145. اه دكتور معليش، السيجما سي هذه افريج ولا تعتبر ماكس ولا ايش؟ لا دائما افريج. اوكي افريج هنا، وبالمناسبه هنا خلينا نقول this is true assume rigid concrete. اوكي طيب، اذا هنا ايش المعطى لنا؟ معطى الفورس، فورس ايش هي؟ مقدارها 40,000. هذه هي الاريا. كم الاريا حقت الكونكريت هذه يا شباب؟ بي تربيع بي سكوير، يعني بي في بي عشان الشباب يعرف كيف جتها، هتساوي 145 في 10 اس 3. كم تطلع البي هنا؟ 0.5252 متر. يعني كم ملي متر يا شباب؟ 525.2 ملي متر. إذا لاحظوا معانا يا شباب الآن لو رسمنا البريشر ديستريبيوشن، هذا هو، نشوف هذا الكونكريت، هذا الكونكريت يا شباب هنا. البريشر هنا كم قيمته؟ هو 145 كيلو باسكال. وكم قيمته هنا اللي هو جاي من الود؟ هذه هي 40. ليش 40؟ احنا نتكلم عن ستريس الان، بريشر عن ستريس. ايوه ايوه. اذا هذه 3.333 ميجا باسكال. طبعا دي ار ان اكوليبريم، لانك لما تضرب ال 3.33 في المساحه هذه اللي هي 10 100 ملي في 120 ملي تطلع 40,000 نيوتن، ولما تضرب ال 145 كيلو باسكال في هذه التربيع تطلع نفس الشيء. ففي النهايه الاثنين اندر اكوليبريم، يعني الاكوليبريم دائما معانا. الكونكريت هذه هي عليها فورس 40، عليها فورس 40 كيلو نيوتن كيلو نيوتن. وكذلك الود هو صاحبنا في النهاية برضو عليه إكليبريم 40 كيلو نيوتن 40 كيلو نيوتن. سألناكم إيش الاسترس الآن اللي على الود؟ هيساوي نفس القضية، هذا هو الود الأفرج استرس عليه نفس القضية أكشن ورياكشن. هذه هنا 40 كيلو نيوتن وهنا 3.33 ميجا باسكال.